فيما يتعلق بالمؤتمر العام للإخوان المسلمين كما تفضل الأخ حسن، الآن هذا المؤتمر ينعقد والبلاد تمر بظروف صعبة جدا. المشهد السياسي معقد غاية في التعقيد، ولعل الناس قد يصلوا إلى مرحلة فقدان الأمل، شد وجذب هنا وهناك، ضيق في المعاش، استقطاب حاد، حال يحق فيها قول القائل: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم، أتلقاك وطرفي مطرف خجلا من أمسك المنصرم. كان المتوقع والمأمول أن يكون الوضع أفضل من ذلك، ولكن هو قدر الله عز وجل. حالة من الإقصاء هنا وهناك، وكل يريد أن ينتصر لنفسه. السودان الآن يمر بمرحلة لا أقول حافة الهاوية، وربما وصل إلى الهاوية. أزمة اقتصادية خانقة، أزمة سياسية خانقة، ولا ندري بما يختبئ في رحم القدر. أثبتت التجربة أن هذا السودان الكبير لا تستطيع طائفة من الطوائف أو حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات أن تنفرد بحكمه إطلاقا. لعل هذه حقيقة ترسخت، لا يكابر أو لا يختلف فيها إلا مكابر. نحن نرى أن المخرج لهذه الأزمة السياسية الخانقة التي جثمت على هذا الشعب المكلوم هو الوفاق الوطني، أو التوافق، أو الالتقاء على كلمة سواء. ولقد نادى الإخوان المسلمين بهذا المبدأ منذ فترات طويلة، لأن هذه قناعة راسخة عندنا أن هذا السودان لا يمكن أن تنفرد به فئة واحدة مهما أوتيت من قوة. ولعل الأمثلة في الحكومة السابقة أو التي قبلها تؤكد هذا المعنى، أنك مهما امتلكت من مراكز القوة ومن الأموال ومن الكوادر ومن كل شيء، فإنك لن تستطيع، ستصل إلى درب مسدود إذا أخصيت الآخرين وتجاوزت الطيف الآخر. ولذلك نرى أنه لا بد أن يتواضع القائمين على الأمر بدعوة إلى وفاق وطني جامع لا يستثني أحدا، دعوة تكون فيها من الصدق وفيها من التجرد، ليست كلمات سياسية تطلق هكذا في الهواء. دون ذلك سيستمر الحال على ما هو عليه. هذه فيما يتعلق بالمشهد السياسي. الإخوان منفتحين على الآخرين، وهذا نقوله في تنظيرنا وفي الواقع العملي. خطوطنا مفتوحة مع الجميع، ولا نؤمن بالإقصاء أبدا. نتحاور مع كل من يريد أن يحاور لمصلحة هذا السودان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور حتى المشركين وحتى الذين يخالفونه في الدين والملة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تؤكد هذه القاعدة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤيد من عند الله عز وجل وأنه هو الذي على الحق المبين، لكن رغم ذلك وضع نفسه بين كفتي الصواب والخطأ حتى يحقق القاسم المشترك الذي يهيئ ليكون الحوار مثمرا فاعلا، لأنه يعلم أنه في نهاية المطاف أن الغلبة للمنطق والموضوعية والعقلانية.